السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم بتكلم لكم عن مقاومة الأنسولين أو ما قبل السكر، كيف نرجع طبيعيين ونعالج مقاومة السكر ونتلافى إصابتنا بالسكر بإذن الله. بحاول أوضح لكم الموضوع قائم على عدة عوامل. علاج مقاومة السكر يعتمد على عاملين. الأول معلش مو واضح. الأول تنقيس الوزن. طيب كيف ننقص الوزن؟ ننقص الوزن بعاملين. العامل الأول الغذاء، والعامل الثاني الرياضة. طيب هذا العامل الأول تنقيس الوزن، لأنه أنا أشوف أن كل اللي عندهم مقاومة أنسولين عندهم زيادة الوزن 90%. نادرا ما يكون واحد نحيف وعنده مقاومة أنسولين، نادر جدا. الغذاء فيه عدة عوامل في الغذاء. أول شيء يعني يعتمد على أنواع الغذاء، النوع والكمية. أول شيء النوع، ثاني شيء الكميات، زين؟ وحنفصل في الأنواع. الغذاء فيه كربوهيدرات أو النشويات، وفيه بروتين، وفيه دهون. خلونا نقسمها بالتقسيمة هذه العامة اللي تصلح لكل الناس. نقول الغذاء، بلاش نقول الألياف وبروتين، بلاش نقول كربوهيدرات وبروتين ودهون، خلينا نقول التقسيمة هذه اللي هي مهمة لكل البشر وكل الناس، اللي متعلم واللي مهم متعلم، واللي يعرف وش معنى كربوهيدرات واللي ما يعرف. أول شيء بنتكلم عن الأنواع. طيب ما رح نتكلم عن الكميات، خلينا على الأنواع. نقول مثلا الحلى. طيب نبدأ بالحلى، لأن الحلى طبعا هو مهم عند كل الناس. هل أمنع نفسي من الحلى وأنا في مقاومة الأنسولين؟ نهائيا ما أكل حلى أبدا، لا فواكه ولا محليات ولا نشويات ولا أي شيء في حلى نهائيا. هل هذا يناسبني؟ هل بقدر عليه؟ هل بستطيع؟ طيب هل أقدر أنقص السكر؟ هل أقدر أوقف السكر نهائي؟ ولا هل أقدر أني أنقص منه؟ وش الكمية اللي أقدر أنقصها؟ وكم وزني؟ يعني كم وزني أنا عشان أتعامل مع الموضوع؟ كثير يمشون على ريجيمات وأنظمة غذائية ويمنعون السكر فترة معينة وبعدين يرجعون، وهذه طبيعة الإنسان، يعني الممنوع مرغوب. وكذلك فيه نوع من الناس ما ينفع فيه إلا القطع على طول، وفيه نوع من الناس لا، لازم بالتدريج، ما يقدر يسيطر على نفسه. يعني أقول لكم مثال، أنا مثلا ما أقدر أقطع شيء فجأة، لازم بالتدريج يمشي معي. يعني ممكن يأخذ التدريج عندي سنة، أوكي ما في مشكلة. بالعكس، هو كل ما ياخذ عندك وقت اطول انك تنقص شيء بالتدريج، كل ما يكون اسلوب حياه جسمك يستقبله، انت تتمرن عليه، تبدا تتغير عندك التذوق، يبدا يتغير عندك الطبع، كل شيء يتغير اذا جيت بالتدريج. سبحان الله، كل هين ولين مرغوب وناجح، وكل عسر وشده كل ما تكون يعني غير مرغوبه او يعني غير ناجحه. طيب الحلى ممكن حنا نسويه بنستبدل السكر الأبيض بالدبس أو بالعسل. ما أنصح صراحة نحنا نستبدله بالسكر البني، لأن السكر البني هو عبارة عن سكر أبيض أضافوا له شوي عسل أسود، أو أضافوا له شوي دبس أو عسل وصار لونه بني، يعني هو عبارة عن سكر مكرر. أو ممكن بعد نسويه بالتمر، ممكن نسويه بالفواكه. كثير ما شاء الله فيه طرق كثيرة، وأحيانا الواحد يجرب ويطلع طرق صحية. مثلا كيكة التمر، أنا أشوفهم يحطون كيكة التمر الله يهديهم ويضيفوا لها سكر، ليش ما أدري. التمر يكفي، التفاح مثلا نضيفه له، المربى اللي نكون إحنا مسوينه في البيت بدون إضافة سكر، العسل، ممكن الدبس، كل هذه الأشياء تقوم مقام السكر. ومعليش الاختلاف في الطعم، معليش الاختلاف في الشكل، نتنازل عن هذه الأشياء عشان صحتنا،
لو ما تنازلنا عن هذه الأشياء وقلنا لازم يكون شكل الكيكة جميل وطيب، متى يعني بناخذ بالنا من صحتنا إذا كنا ما نتنازل عن هذه الأشياء؟ والله يا جماعة صحتنا تستاهل إن إحنا نضحي من أجلها، نغير نظام أكلنا ونغير طريقتنا في الأكل عشان نكسب صحتنا، تسوى كثير صحتنا. يعني أقول لكم مثال، أنا والله كنت صراحة أحب الكيك، من النوع اللي أحب الحلا، وتغريني جدا الكيكة اللي عليها كريمة وسكر وبيضة زي الشاش، ويعني هذا الأشياء تغري صراحة، بس صحتي يعني أولى، فصرت أتعود على أني أنا أكل الكيكات اللي أسويها في البيت وتكون مصنعة من أشياء طبيعية. طيب كيف ممكن نتعود على الحلا الصحي؟ طيب أول شيء نسوي الأكل صحي، بعدين نجي للكميات. طيب الحين استبدلنا الدقيق الأبيض بالدقيق الأسمر، واستبدلنا السكر بالفواكه أو العسل أو الدبس. الحين نجي لكمية الدهون اللي تنضاف للحلا، برضو نحاول نقلل منها، وطبعا نوعية الدهن تكون نوعية طبيعية، تكون دهن طبيعي، ما تكون زيوت مكررة أو زيوت مهدرجة، تكون يا أما سمنة أو زبدة أو زيت زيتون. طيب جينا للكيكة أو البسبوسة من الدقيق الأبيض، أنا ممكن أسوي البسبوسة وأضيف لها دقيق أسمر، أو ممكن أسوي كيكة التفاح أو كيكة التمر أسويها بالدقيق الأسمر، وأحيانا بالدقيق الأسمر وعليها شوي مخلوط أبيض عشان بناتي يقدرون يأكلونها معي. والله صدقوني أول ما كانوا يأكلون معي نهائي، سبحان الله مع الوقت بدأوا يحبون الشيء هذا ويحبون الأشياء الصحية ويطلبون مني أني أسويها. إيش سوينا الحين؟ نقصنا كمية النشويات، ما نقصنا النشويات، قل يعني النشويات الدقيق هو نفسه، البر الأبيض والبر الأسمر كلهم أصلا فيهم نشوي، بس كمية البروتين وكمية الألياف في الدقيق البر أكثر من الدقيق الأبيض، وكذلك القيمة الغذائية للدقيق البر أكثر من الدقيق الأبيض، وامتصاص الدقيق البر من الأمعاء أبطأ من الدقيق الأبيض. إيش الفرق بين الخبز البر والخبز الأبيض أو الدقيق البر والدقيق الأبيض من ناحية الامتصاص؟ أنت لو أكلتي قطعتين شريحتين من توست أبيض بعد ساعة بتجوعين، لو أكلتي قطعتين خبز أنت مسويتها في البيت ومتأكدة أنها دقيق بر، يعني مو التوست اللي في السوق البر، لأنه هو صراحة مو بر، هو مجرد لون. لو أكلتي قطعتين مساوية للتوست اللي أنت أكلتيها امتصاصها أطول، فتجلس في الأمعاء فترة أطول عشان تمتص، وبكذا فترة الجوع عندك راح تتأخر، يعني بدل ساعة تجوعين بعد التوست حتجوعين بعد 4 ساعات لما تأكلين البر، أو 3 ساعات أو ساعتين، المهم إنها تكون أطول. طيب الكمية، إذا أنت متعودة كل يوم إنك تحلين بعد الأكل أو كل يوم العصر، يعني عندك عادة ثابتة، طيب نحاول نحن نغير نوعية الحلا. أنا كل يوم والله متعودة أني أكل قطعة كيكة من المكان الفلاني، لا والله أنا الحين ببدأ أسوي كيكتي في البيت وأكلها من البيت. طيب هذا أول خطوة. طيب الحين نقول الكمية، إذا أنت والله متعودة أنك تأكلين قطعتين كيك أو قطعة كبيرة، ابدأي بأنك تنقصين من الكيكة هذه مثلا يعني نقصي ربعها، مع الوقت ربع الكمية، بعد وقت شهر أسبوع على قدر إمكانيتك تصير نص الكمية اللي تأكلينها، بعدين تصير ربع. والله تشوفين الناس يقولون معقولة في يوم من الأيام ما بيقولون لك معقولة أنت بس تأكلين الكمية هذه وتحسين أنك ساتسفايد وأنك راضية؟ حتوصلين للمرحلة إن شاء الله، والله إنك بتوصلين مرحلة إن شاء الله مثلي أنا وصلت لها. أنا الحين لما أروح مكان وأقول لهم حطوا لي قطعة صغيرة لو سمحتوا، ويحطوا لي قطعة صغيرة، والله أحيانا ما أقدر أكملها، يعني أحس إنه خلاص وصلت نصها ماني قادرة من الحلا، يعني خلاص تعودت إني ما يعني ما أقدر أستوعب كمية كبيرة ولا أقدر أستوعب حلا زايد بزيادة. طيب نجي للتعود، إذا كنتي أنت أو عائلتك متعودين أنكم كل يوم بعد نومة العصر أو بعد المغرب تجمعون وتأكلون حلا مع قهوة، هي صراحة العادة هذه زينة من ناحية أنها تجمع الأسرة والعائلة، لكن مشكلتها الحلا. طيب ممكن إحنا نسوي العادة هذه وما نقطعها إن شاء الله، لكن نستبدل الحلا هذا اللي هو جاي من برا أو مصنوع بدقيق أبيض بتمر، تمر مع طحينة. طيب
وتكون الكميات طبعا يعني محدودة. إذا أنت حطي لنفسك صحن صغير وفنجال صغير كذا على ذوقك، وقولي والله هذا فنجالي وهذا صحني، حطي لك كمية التمر اللي تبينها. أنت متعودة والله تأكلين كمية كبيرة، حطي قللي منها بالتدريج، حتوصلين إلى مرحلة أنك 3 تمرات تكفيكي. وحطي معها طحينة، لأن الطحينة تقلل من امتصاص السكر في الجسم، فما يصير عندك رغبة في الحلى بزيادة. وشوفي الأكل بسرعة، وبالذات الأشياء هذه الحالية اللي المعدل الجلايسيمي حقها عالي، لما تاكلينها بسرعة أو تاكلينها كذا يعني بدون شيء، زي مثلا التمر تاكلينه كذا مع قهوة، امتصاصه يكون سريع جدا، فيرفع عندك الأنسولين على طول. أي يعني الشخص الطبيعي يرتفع عنده كمية الأنسولين فيطلب زيادة أكل، يعني يشعر بجوع أكثر فيزود كمية التمر أو كمية الكيك اللي قاعد يأكله. يعني الحلى دائما والنشويات البيضة بالذات المعالجة تزود الرغبة في الأكل، تزود كمية الجوع عند الشخص، تخليه يأكل أكثر وأكثر. وهذا اللي يحصل مع الناس اللي يفطرون دونات وقهوة. صحيح إنهم لما يشربون القهوة والدونات الحالية هذه، طبعا هو سكر عالي وقهوة مليانة كافيين، فيحسون بنشاط ويفوقون من النوم ويزيد تركيزهم، بس كلها 2 ساعة وبعدين على طول السكر ينزل في الأرض، ينزل السكر في الأرض، فعلى طول يدورون شيء يعني يسدون به الجوع، أي شيء سندوتش أي حاجة بس تسكر جوعنا لحد ما نروح للبيت، ويبدأ المزاج يتعب ويبدأون ما يرجعون يعني للبيت، أو ما يجي وقت الغداء لهم خلاص يعني مزاجهم مرة منحاس. طيب والحلى كمان في شيء ثاني، ان الحلى دائما يفضل انه يكون بعد وجبه، يعني مو على طول بعد الوجبه، يعني مثلا انت ماكله متغديه بعدها بساعتين 4 ساعات الواحد ممكن ياكل قطعه كيكه، ممكن ياكل تفاحه، ممكن ياكل فاكهه، لان الوجبه فيها الياف وفيها سلطه وفيها خضار وفيها بروتين، فلما ينزل الحلى ما يمتص على طول من الامعاء، ما يمتص بسرعة، يمتص ببطء، لأن أصلاً الأمعاء والمعدة فيها أكل من أول، فما يمتص بسرعة، فما يزيد السكر عندك بسرعة ولا يفرز كمية أنسولين كبيرة. يعني الأفضل أن إحنا ما ناكل حلى على الجوع، لا الصباح لا قمنا من النوم، ولا إذا صرنا جيعانين ندور شيء بس حالي يسد الجوع، لأنه بيرفع السكر عندك مرة. طيب نجي للخبز والرز. الخبز يفضل أنه يكون بر، وصراحة يعني ما في ولا مخبز يسوي لك خبز بر كذا، لازم يكون مخلوط معاه أبيض. حتى المخابز اللي تسوي الخبز اللي نروح ناخذ طازة منها، حتى اللي في السوق، يعني جدا جدا شركات نادرة اللي ما يخلطون البر مع الأبيض، ويليتهم يخلطون كمية معقولة. لا يعني مثلا بعض الخبز عشان يخلونه خفيف ولذيذ يحطون عليه شوي بر، وبعدين يحطون عليه لون بني أساس إنه يعني يخدع بأنه بر وهو ما هو بر. فالخبز الشوفان برضو لما يسوونها المخابز يخلطون معه أبيض، خبز الشعير يخلطون معه أبيض، يعني أنت شوفي المحتويات حتلقين مكتوب عليها دقيق أبيض، بس للأسف أنه مو مكتوب الكمية. فيفضل أن الخبز في البيت، لكن الحين نعرف أنه من الصعب جدا أن احنا نسوي دائما خبز في البيت، فنتحرى أن احنا ندور المصدر الكويس للخبز اللي يكون فيه بر، نتأكد أنه في كمية بر يعني معقولة. وترى الأطفال هم صغار سهل جدا تعودينهم على خبز البر، تعودينهم على أي شيء، يعني إذا يعني مع الوقت حيتعودون. أنا بناتي كانوا أبدا ما يحبون التست لأنهم هم صغار، وصراحة ما كنت منتبه للنقطة هذه، بس بعدين لما جيت أغير لهم للبر يعني قعدنا فترة طويلة لحد هم ما صاروا هم يطلبونه، يعني أول ما كانوا يقبلونه أبدا. طبعا والأشخاص الكبار وأنت يعني كربة البيت ولا كصاحبة الشأن يعني برضو أنت صعب عليك أنك تتعودين، بس مع الوقت صدقيني وصحتك تستاهل. دائما حطوا هالكلمة قدامكم، صحتنا تستاهل أن حنا نغير طبيعتنا ونغير طرقنا للأفضل إن شاء الله. نجي للرز. طبعا هو معروف الرز الأبيض هو طبعا ألذ وأحلى وأسهل طبخ، لكن ممكن حنا نسوي الرز البني، ما هو يعني مستحيل ان احنا ناكله ولا مستحيل ان نطبخه، بس انه ياخذ وقت، ياخذ وقت في الطبخ، وبالعكس في الامعاء ياخذ وقت الامتصاص، يعني وقت الامتصاص حقه طويل، فبالعكس يشعرنا بالشبع لمدة اطول.
طيب نجي للرز برضو. ممكن حنا ما ناكل كل يوم رز، اليوم يوم ناكل رز بعدس ونكثر كمية العدس، نخلي مثلا كوب رز وكوب عدس مثلا متساوي الكمية، ويوم قرصان، يوم كينوا، يوم فريكة، يوم برغل، يوم جريش، يعني نغير في الكمية، نغير في النوعية، ما نخلي كل يوم رز. طيب نجي للكمية، كمية الرز وكمية الخبز. نحاول احنا مثلا، انت متعودة تاكلين رغيف كامل، ابدي ابنك وتقولي انا اسبوع اباكل رغيف الا ربع، طيب اسبوعين اباكل نص رغيف، طيب واستمري عليه فترة طويلة، شهر مثلا، شهرين، ثلاثة، بعدين ممكن توصلين الى الربع. وانا والله وصلت الربع، مع اني انا كنت ما اقدر، يعني ما احس بالشبع ولا احس اني اكتفيت الا برغيف كامل. نجي لكمية الرز، اذا انت متعودة والله على صحن بدون قياس، لا ابدئي إيه، انت خذي صحنك وحطي فيه الكمية اللي تشوفينها مثلا تشبعك، خلاص بعدين تبدأين. بعد انا حاط الكمية هذه عارفة اني ان شاء الله بنقصها بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثة، كل شهر مثلا نقصي ملعقة واحدة، يعني كنتي متعودة 10 ملاعق، بعدين تبدأين بعد شهر شهرين 9 ملاعق، بعد كم شهر 8 ملاعق، إلين توصلين إلى 3 ملاعق. طيب إذا قلنا والله الرز هذا ما يشبعني صراحة، حطيت معاه شوي سلطة وقطع الدجاجة وما أشبعني، في حل جدا مهم جدا جدا. أول شيء صحن السلطة لازم يكون أكبر من صحن الرز، طيب ومو سلطة وبس، يكون عندك صحن سلطة وصحن خضار. وبعدين البداية تكون في السلطة، تبدأين في السلطة أو في الخضار، يعني تاخذين نص السلطة، نص صحن السلطة، نص الخضار كذا بالملعقة، أوكي خلاص. بعدين تبدأين تحطين الرز وتحطين معه خضار أو سلطة، تخلطينهم معه، اخلط الصحن، لما تشوفين الصحن عندك مليان رز مخلوط مع السلطة أو مخلوط مع الخضار، وابدي اكلي وخلي معه البروتين وخذي معه شوي خضار، صدقيني والله العظيم بتحسين بشبع في الآخر، تقولين خلاص أنا فل. تسمعون في سلطة الرز اللي يسوونها أحيانا ويقولوا يجيبونها، يعني ترند كذا أنها سلطة رز، هي عبارة عن شوي رز ومعه خضار كثيرة أو معه سلطة كثيرة، فأنتي كذا زي اللي سويتي سلطة الرز، وجدا مشبعة وتخليك تشبعين من الرز وتستفيدين من الخضار وتنقصين وزنك بكل سهولة. ويا سلام بعد لو كان الرز معه عدس أصلا، يا سلام ممتاز. أو كنتي مسوية فريكة أو مسوية برغل برضو خلطيه مع السلطة هذه مع الخضار، يا سلام روعة. طيب الدهون، الدهون الصحية اللي هي شحم الغنم أو الودك وشحم السنام حق الجمل وزيت الزيتون والسمن والزبدة، أما الزيوت المهدرجة والمكررة فطبعا لا، أشياء غير صحية طبعا. ونقلل إذا إحنا عند يعني بننقص الوزن لازم نقلل من كمية الدهون والقلي نبتعد عنه، لأن أصلا مو بصحي غير أنه يزود الوزن. فأنا الحمد لله الحين صارت فيه القليات الهوائية، صراحة ريحتنا جدا ومريحة جدا وتعطيكي أكل كأنه مقلي. البروتين معروف، يعني البروتين يا أما يكون بروتين حيواني من اللحم والدجاج، طبعا ينصح بأن الدهون تتشال منه الشحم والجلد وهذه، والسمك طبعا يكون لازم يكون في وجباتنا على الأقل مرة في الأسبوع، على الأقل مرة في الأسبوع. والبروتين النباتي اللي هو مثل الحمص ومثل العدس ومثل الجريش ومثل الفريكة، هذه كلها بروتينات نباتية.